انا بس عايز اقول لكم حاجه على مينا اسكندريه. وافكر الناس بان احنا لما كنا بنيجي يعني نعيد ضبط الموضوعات في بلادنا كان منها مثلا مينا اسكندريه، وممكن اتكلم على مينا دمياط برضو. احنا ما كناش بنعمل مينا في ارض فاضيه، احنا كنا بنعمل مينا اهدرت حدودها وضاعت معالمها. انا بقول كده كلام يعني بالظبط كده. طيب انت شلت هنا خدت كم شقه في بشائر الخير عشان تفضي ايه؟ عشان افضي فن المنطقه اصلا دي نجعيس والالومنيوم دول 900 شقه عشان افضيهم من المكانين دول وانقلهم في بشائر الخير. بكام؟ بمليار جنيه يا فندم. طيب الكلام ده بيتعمل في العريش دلوقتي؟ ايوه يا فندم. انا بقول للناس اللي في مصر كلها تعرف احنا بدأنا نعمل حاجة مش في ظروف عادية خالص. لو قلت الكامل قول لي التاريخ بتاع مينا مثلا دمياط وحجم قضايا التحكيم اللي احنا دخلنا فيها نتيجة الأحداث بتاعة 2011، أنا بقول كلام معقول؟ تمام يا فندم. طب انا بقول كده ليه؟ ما هنا في مستثمرين موجودين ما لهمش دعوه بالكلام ده خالص، مش كده يا كامل؟ ده صميم شغلهم يا فندم. يعني بقول لهم اللي احنا بصوا انتوا بتحطوا ايديكم في ايدين دوله بتكافح عشان تحط نفسها على خريطه الدنيا. على خريطه ايه؟ الدنيا. واللي بقوله ده اللي قبل كده اللي بيقول كامل من ايام سنين طويله جدا الناس بنت ودخلت، ده الناس كانت باني عماره جوه ومدرسه جوه المينا. سيادتك هتشوفها دلوقتي. ما انا عارف. انا بقول للناس الكلام ده فكر ليه، لان كمال هيحاول بس عشان الوقت ما يبقاش كتير ان هو يتكلم على المستحدثات، لكن انا بيهمني اقول التاريخ. طب اقول التاريخ ليه؟ عشان تعرفوا ازاي لما رحت جرجوب انا ما شفتش ده ايه؟ ارض فاضيه. لما رحت برنيس ارض فاضيه. ما تعذبتش ولا صرفت اكتر من ان انا اعمل المنشأ نفسه. واصعب حاجه انك انت تخش على مكان حصل فيه يعني تشويه كبير قوي وفي تواجد لناس وانت مضطر انك انت تمشيهم، وعشان تمشيهم ما تظلمهمش تقوم تصرف كمان. عشان مينا اسكندريه يبقى مينا بالمستوى ده وكامل يقول يبقى هو دره مصر، احنا بنتكلم في ارقام كبيره جدا جدا انفقت عشان بس ان تسويه الموضوع. هو النهارده المنطقه اللوجستيه اللي كان بيقول عليها دي منطقه سبخيه. ستك هتشوفها دلوقتي. حاضر. اه يعني انا مش هممني انتوا، ما لازم هتتعمل كده. تمام. بس هتتعمل بكام؟ هتتعمل بكام؟ عشان في الاخر وزير النقل يتكلم في محور لوجستي من السخنه لاسكندريه في تفاصيل كتيرة جدا جدا جدا. يعني كامل ما اتكلمش مثلا على طريق السخنة اللي احنا بنعمله عشان يخدم على المينا، صح كده؟ تمام يا فندم. ده بكام ومساحته قد ايه وكام حارة وقد ايه؟ يا جماعة أنا لما بكلمكم كده يا مصريين مش بكلم الناس بتوع النقل، فاهم يا حسن؟ أنا بكلم الناس بتوع مصر تعرفوا يعني ايه دولة. الدولة مش أكل وشرب. الدولة مش أكل وشرب. الدولة دولة حاجة تانية خالص غير اللي احنا بنتكلم فيه.